السلام عليكم إخواني، بقيتوا بخير صحيحة. كما وعدتكم إن شاء الله غادي نحاول نشرح لكم جميع الخطوات اللي غادي تبداو بها إن شاء الله يعني تكون انطلاقة جيدة في مجال الدروب شيبينغ. المهم بالنسبة لي، أول خطوة هو أنك تمشي تهزيك بطاقة التعريف الوطنية ودي فلوسك اللي غتخدم بها في إيباي، يعني رأس المال، وتمشي لأقرب بنك ديالك وتحل كونت بانكي. المهم اول بنك كنقترح عليكم هو بنك سياج، ولا سياج بنك هو اول بنك كنتعامل معاه شخصيا. فابور ما فيش اقتطاعات، بالنسبه ليا كنفضلو على جميع البنوك الاخرى. بالنسبه للسيدات فعندكم باك سيداتي اللي هو فابور، وبالنسبه للناس اللي عندها اقل من 30 عام حتى هو راه الباك ديال كود 30 حتى هو فابور. هذا البنك مش زوين، ما كتخلصش على المشتريات ديالك. مثلا الا شريتي شي سلعه من الخارج فراك ما كتخلص عليها والو، فقط كتخلص عليها ثمن المشتريات ديالك. باش زوين كذلك يعني فاست ويتدراو، يعني تقدر تخلص فلوسك من باي بال، يعني كيوصل ما بين المده ما بين 5 ايام حتى 15 يوم، يعني بدون احتساب السج والاحد. المشكل ديالو هو فيه بزاف ديال المشاكل، يعني هذا مثلا غير في الصيف كان واحد المشكل ديال سياج بنك مع بيبا. المهم فاش كتمشي كتشترك معاهم كيعطيوك الكود 30، يعني فاش كتحل معاهم اول كود فهاد الكارت هادي كتكون هي الاولى كود 30، كتقدر تشري بها خارجيا ما كاين حتى شي مشكل، ويمكن لك تلينكيها مع بيبال، لكن ما كتقدرش تخرج بها فلوسك. اللي تقدر تخرج بها فلوسك هي اي شوبين، كتمشي كطلب اي شوبين، يعني كتخلص عليها 66 درهم في الشهر، وكتبقى تخرج بها فلوسك من باي بال. البنك الثاني اللي كنصح به هو بي ام سي يو بانك، هو فري بانك، يعني فافور بالنسبه للناس اللي عندهم لي ستوديون والناس اللي عندهم قل من 24 سنه، يعني لي جون. المشكل ديالو هو انك كتخلص 10 دراهم حتى 15 درهم على كل عمليه شراء، هذه قل من 500 درهم. الا شريتي شي حاجه اكثر من 500 درهم راه كتخلص 2%. المزايا ديالو انه سريع، يعني فاش كتحول فلوسك من باي بال للكونت بانكير ديالك كدوز ما بين 4 ايام حتى 10 ايام. المشكل ديالها هو كثرة الرسائل، يعني كيجيوك بزاف ديال الرسائل، كل مره كتجيك رساله وكل رساله كتخلص عليها درهم، بغيتي تقطع هاد الرسائل هادو كتخلص عليهم. المهم بالنسبه للناس اللي ماشي طلبه وماشي قل من 24 سنه فبغاو يتعاملوا مع هاد البنك هذا، فقط انه يمشيو يطلبوا يحلوا بنك، كيعطيهم كارت ازور اللي كتقدر تخرج بها فلوسك من الكيشي، وكارت اي باي. هاد الكارت اي باي كتخلص عليها 121 درهم كل سنه، ويمكن لك تاكتيفي بها باي بال وتخرج بها فلوسك باي بال، ما كاينش مشكل. بالنسبه للبنوك الاخرى عندنا البنك الشعبي، يعني اي كارد ب 89 درهم للسنه. هادي باش كتطلب اي كارد، هادي هي اللي كتلينكي مع باي بال وكتخرج بها فلوسك، زائد 100 درهم ديال البنك، يعني كتخلص على باش كتفتح البنك كتحل الاكونت ديالك راك كتخلصو ب 100 درهم. هذا هو المشكل ديالو، حتى هو عاوتاني كتخلص 2.2% على جميع المشتريات اونلاين. المهم عندنا هنا سوسيتي جينيرال، فراه كتمشي كتحل الاكونت ديالك ب 100 درهم، زائد انك كتطلب مع اي كارد ب 99 درهم، وكتقدر انك تربطها مع باي بال وتخرج بها فلوسك، حتى هي فيها المشكل ديال 15 درهم على جميع المشتريات. واخيرا عندنا تجاري وافر بنك، كتقدر تحل الاكونت ديالك البنك اكونت ب 23 درهم، كتخلصها شهريا، زائد كتطلب معها بطاقه وي باي، هذه هي اللي كتربطها مع باي بال اولا كتربط الكونت بانكير ديالك، كتخلص عليها 33 درهم سنويا. كل حاجه شريتيها راه كتخلص عليها 15 درهم. المهم هذا كان فيديو مختصر على البنوك في المغرب اللي تقدروا تستعملوها وتربطوها مع باي بال، وتقدروا تجنيو بها الارباح ديالكم، يعني تخرجوا الارباح ديالكم بها.